السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية شباب، معكم خالد من جيمر سناك. رجعت لكم اليوم في تجربة للعبة جديدة وهي فاينل فانتسي 16 أو الجزء 16. طبعا هذه التجربة بتكون باللعبة الكاملة. اخترت لكم أحد المناطق اللي راح نستكشفها وتكون جولة صغيرة في العالم مفتوح. اللعبة عالم مفتوح لكن مجزأ لمناطق معينة، فهذه واحدة من المراحل اللي راح نلعبها الحين، واخترتها لكم لأن أجواءها جدا جدا جميلة، وناخذها يعني كفكرة عن اللعبة وتشوفونها تناسبكم أو لا من ناحية الجيم بلاي. طبعا ديمو اللعبة متوفر لكن هذا في مراحل شوي متقدمة فيها الجيم بلاي توسع أكثر والقدرات وكل شيء. فطبعا المقطع اللعبة مترجمة في اللغة العربية والقوائم. أتمنى يعجبكم المقطع تستمتعون فيه والأهم تستفيدون منه وتشوفون تجربة اللعبة. فنبدأ الحين ونشوف مغامرة صغيرة بعيد عن القصة في فاينل فانتسي 16. لا تنسون الدعم باللايك والنشر، والحين خلونا نبدأ. اوكي شباب، مثل ما ذكرت راح تكون جولة صغيرة في هذا العالم المصغر ونحاول نجمع بعض العناصر. شوف هناك عند الشلال في عنصر لامع واتوقع الجهة الثانية، فراح ناخذ المغامرة الحين ونقاتل اول شيء العقارب اللي تشوفونهم باللون الاحمر. تشوفون الجيم بلاي طبعا من يبدأ على طول انتراكتيف ميوزك، عندي كومبوهات وحركات، طبعا عندي قدرات السمن هنا اقدر ابدل ما بينهم. مثل ما تشوفون فوق على اليسار كل سمن يعطيني قدرات معينة نارية او غيرها. طبعا المساعدين معاي شخصيات. اوكي طبعا هذه اعداء بسيطه، بعد شوي نشوف اشياء اقوى بس بهدفنا ناخذ هذاك العنصر. عندي طبعا قدرات الماجيك، اللي جرب الديمو عارف اللعبه، اللي ما جرب لازم تعرف ان فيها قدرات سحريه عن بعد او انك تقرب تسوي تليفورت وتروح للاعداء. ما تشوفون مستوى العدو، شوف هذه الحركه، هذه القدره الخاصه، خلاص فنشتهم. كل شيء يكتب لك على اليمين طبعا من الانجازات اللي تسويها والكومبوهات عشان تحصل على خبره اكثر وتلفل الشخصيه. في احد؟ اذا الميوزك شغال يعني لا يزال في احد. ايوه هني، لحظه نغير قدره. طبعا اللعبه جميله جدا وتقدرون تجربونها في الديمو، اتحداك ما تندمج، لكن اقول لكم ان كل ما تتقدم في اللعبه تتحسن اكثر واكثر. فاتوقع انا حاليا بنزل لكم مقطع اليوم، ما هي مراجعه، لكن اتوقع تقييمات اللعبه تكون جدا عاليه. اتوقع اليوم اذا نزلت المقطع او بعده، يعني تكون قبلها بيوم نازل المراجعات. المهم ناخذ الحين الايتم ونرجع للوحش هذا الكبير. اوه مفاجاه. انا اللي بفاجئكم. لحظه، القدره التليبورت تقدر تسوي سويتش بين الاعداء، ممكن تقاتل بلوك، تسوي لوك على الاعداء بهالطريقه، او مو شرط حسب اللي انت تشوفه مناسب، بس يكون افضل عشان ما تتشتت. وهذه حركه فينش. انا عندي قلاده تخليني اسوي كومبوهات بشكل اسهل في اللعبه. ايوه، وهذه الصعوبه العاديه اللي بس تركز على القصه، ما هي الصعوبه الاعلى، تقدر ترفع الصعوبه. خلونا نجرب القدره على هذا الوحش بشكل مفاجئ. تعال. لا رفعت فوق. يلا شوف الدمج ما ياثر فيه بشكل كبير. اوه للاسف صادني. راح نبعد عنه شوي. كمل عليه ماجيك. اتوقع كل عدو له نقطة ضعف من ناحية القدرات. ايوه حلو. انا غيرت. اوكي. شوف التليبورت اللي هي المراوغة مفيدة جدا. ايوه عصب عصب. حلو، هذه نقطة ضعف الحين طاح. طق. اوه يا الدمج، شوف الدمج. يلا يا شباب شدوا حيلكم. طبعا شخصيات مساعدة قويين لكن مو كل الأحوال، فيكون أكثر شيء التركيز عليك. نشوف النيران المتصاعدة. نفس شور يوكن. خلاص خلاص. اوكي بس نبعد عنه. عصب. اوه لحظة غير قدرة. شوفها. باخر لحظة ضغط. عندك مجال يعني الهروب. لاحظوا ان الدمج جدا بطيء في هذه الشخصية. فحسب الاعداء بعضهم يكون جدا قوي. ايوه طابق بس. انا الحين مو مسوي لوك، تخيل. هنسوي لوك حاليا. شوفون عشان خلاص الكاميرا تثبت على الهدف. تعال جرب هذه. اوه راح فيها خلاص. ممكن استخدم جرعات على اليسار
تشوفونهم تحت بالأسهم بشكل سريع. وأحب أنوه عن نقطة، اللعبة جدا جدا سهلة بحيث القتال، يعني ما هي نفس الجزء الخمسة عشر تقريبا في صعوبة. شوفون هذا الحين ترقية خدتها لبلاب. أوكي خلاص راح. فاللي حبيت أقول إن اللعبة سهلة بسرعة تقدر تتعود عليها، ونظامها جدا سهل وبنفس الوقت ممتع، يعني ما هو بسيط لدرجة السخافة، لا تقدر يعني تبدع في الكومبوهات، تدمج بين الحركات، فشيء جميل صراحة اللي سووه فيها اللعبة، شيء غير متوقع للأمانة. أنا ما توقعت، كنت أشوف العروض ما توقعت إن اللعبة تصل لهالمستوى، لكن اللي شفته شيء جدا جدا رائع. المهم نكمل حاليا، وراح ناخذ في مهمة جانبية توقع هني عند الجسر البثية، نستكشف نشوف الخريطة المحلية في هذا الاتجاه، هني أكيد في شيء، نكمل في طريقنا هني. جرافكس اللعبة أنا حاطه على البرفورمنس حاليا في البي اس 5، فيعطيني إطارات عالية لكن شوي تكستشر أو التفاصيل قليلة. ساحة معركة هذه واضح، خلونا نشوف، أكيد في مفاجأة. يلا مفاجأة بسيطة من العيار البسيط. ايوه شيله بالهواء، يا سلام. شوف 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 شوف، طبعا في البداية تكون صعبة الكومبوهات، لكن حاليا عندي خاتم عفوا يسهل موضوع الكومبو. اوه خلاص يسهل موضوع الكومبو. انا بحاول ان ما اسوي القدرات القوية بالقتال، اوريكم بس القتال البسيط. طبعا مستوى 20 والاعداء 19 تقريبا، يعني مو بعيد عنهم. اوكي بس لما يكون لفلهم اعلى فيه معاناة شوي في القتال. الشخصية الحالة يركض بس من انك توجه خلاص ما في يعني زر الجري. طيب ناخذ مهمة جانبية هني، اتوقع في واحد يحتاج مساعدة. ايوه هني عند تشوكوبوز. After what happened at Phoenix Gate, it didn't seem the highest priority. شوفون الجسر هذا ما خلصوه. ليش لحظة ايش شغلت الترجمة دي؟ عفوا شغلت الترجمة. تشوفون هذا الجسر كانوا بيكملونه لكن تكنسل المشروع. طيب هذا الحين نحتاج ان نساعده. هناك في ايتمز ودي اروح لهم قبل ما اساعده، خلونا نشوف. او ممكن ناخذ المهمه بعدين. اوي تعال. Here. You couldn't give me an hand, could you? Here. You understand me, don't you? I need your help. These blasted birds must have caught whiff of my cargo and now they've got me surrounded. No, it's really late as it was. You couldn't run it up to Martha's rest for me, could you? Needs to get there quick, mind. حاضر. أوافق على المهمة ولا؟ طبعا أخذ XP منها أكيد، راح أوافق، شكلها سهلة. You hand that to the stable master and no one else. I'm owed a little something stable for master. It. If he gives it to you, pass it along to your master by way of thanks. Be off with you then. Okay. And don't go taking any detours on the way. Okay بسيطة. تم قبول المهمة. طبعا نقدر نعطيها أولوية، تشوفون أضغط مثلث أو راحت. أوكي ماكو مشكلة، أضغط مثلث هذه تشوفونها اللي هي باللون الأصفر على أخضر، هي المهمة الجانبية. هناك مهمة رئيسية باللون الأحمر. طبعا الطيور هاجموا العربة فلهذا ما يقدر يوصل الطلبية، أنا راح أوصلها عنه. بس خلونا نشوف هناك. أوه لحظة، في هناك أعداء وبيوت وفي هني آيتم. نشوف، طبعا بحتاج إني أكبر ترجمة شوي، الخط صغير. خلونا نرجع هناك في البيوت البعيدة بس نشوف الخريطة المحلية. يسليمين على طول. أوكي أوكي وصلنا المجموعة الجوبلينز. شوف هني ثلاثة، هني هذا واحد هاجم على طول ماجيك. أوه تشوفون الماجيك ما يأثر في الجوبلينز بشكل كبير. نحاول أن نهاجم وخر ويلي. ايوه والله الدمج عالي على هذا. طلع قوي الحبيب. اوكي خلهم يشتغلون عليه اصدقائي. حاولوا تدمجونه شوي. تعال. ايوه شوف غيرت القدره في وسط القتال. ايوه بس استنى حاليا المفروض اشتغل عليه صح. سوبر اوكي نص طاقته راحت. غير سلام. اوكي عصب.
اوكي لا حلو جست ان تايم. شوفون اذا ضبطت المراوغه في التوقيت المناسب يعطيك مثل سلومو ريوردينج. ايوه راح جيرن بوي. اوه شوف 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 بس استخدمت عليه كل شيء بس راح راح راح. اوه لا اخر اوكي انا لا يخلصون عليه اصدقائي بس راح اوكي ديد. خلنا ناخذ هني صندوق اوكي بوريكم القائمه الحين والتفاصيل اللي فيها. نلم الاغراض بس بشكل سريع شباب بس بوريكم القائمه الرئيسيه. طبعا هذه قائمه النظام اللي فيها كل الاعدادات اللي تحتاجها تفاصيل وترجمه حجم الخط والحفظ وغيره. ثاني واحده راح تكون الخريطه. طبعا هذه خريطه اللعبه اللي هو العالم بالكامل او كل واحده من هذه الزرقاء تعتبر مرحله وخريطه بحد ذاتها ولها مهماتها الخاصه. فهذه الخريطه تقريبا اللعبه فيها اكثر اماكن. عندنا المذكره شنو المهام اللي تم انجازها، المهام الجانبيه اللي تم انجازها، والمهام الاكتف حاليا اللي هي للامام ونكمل. عندنا هنا العناصر والجرعات والاشياء اللي ممكن نركبها ونستخدمها. في هذا طبعا الاختصارات. عندنا هني السمات، طبعا الصحة والهجوم، ليفل الشخصية بشكل عام بتفاصيله، والقدرات الحالية أو السامنز اللي يستخدم قدراتهم معاي، بالإضافة للمساعد، هني تشوفون قدراته وكل شيء. عندنا العتاد والأشياء اللي ممكن تركبها مثل ما ذكرت الخاتم اللي يعطيك الكومبوهات بسهولة يخليها أوتوماتيك، والقدرات الثانية اللي نقدر نستخدمها أيضا في الاختصارات والقتال، كل شيء تحطه مشروح بالعربي ويوريك فيديوهات بسيطة لنوع الحركة. طبعا هني القدرات والتلفيل اللي ممكن نفتح فيهم اكثر لكل سمن او قدره، وراح يكون هني في اشياء اكثر اكيد مع تقدم اللعبه. واخر شيء النظام اللي قبل شوي شرحته. اوكي هذا خوينا اللي قبل شوي. يلا الحين نسوي مهمتك. خلصنا هني بس نشوف في يسار ما ادري نروح ولا لا. ما اتوقع في شيء. لحظه في مجموعه هني على اليمين وعندهم الايتم هذا ناخذه. نعم ما تأثر فيهم بس صراحة شوف الكومبو والله الخاتم هذا رهيب، سهل اللعبة بشكل كبير. تخيل بس تضغط زر واحد تسوي كل الكومبوهات اللي هو الخاتم. لحظة خلنا ناخذ الايتم. اوكي يبدو انه راح نتأخر على توصيل الطلبية لان هناك طالع في عدو ثاني. اوكي تعال كبير القرن. اوه لا تاخرت ما عليه. حلو تدمج وخر بس. اوه اوكي عصب عصب. اوكي توقف حلو. احسن شيء اللي فيد لما تسويه يعطيك او يسوي للعدو بانش او يعطيك قدره او دمج اعلى. خلاص خلاص روح. يا سلام اتوقع خلصنا عليك. بعد باقي شوي بس خلاص ضرب الترنح يعني كريتيكال. اوكي خلاص وين اللي قبل شوي الايتم. للاسف اللعبه ما تقدر تشيل الموشن بلور. تشوفون هذا التاثير ما احبه صراحه في الجرافيكس. اتوقع يحطونه بعدين بتحديث او شيء. اوكي 10 قطع. يلا نرجع لمهمتنا. المسكين هذا سحبت عليه. تشوفون بستخدم الحين الايتم الشفاء. هذه الجرعه الصغيره في الجرعه الاكبر. اوكي هذا الاسطبل حاليا راح نوصل المهمه. قال لا تسلم الا ل اوكي هذا هو رئيس الاسطبل. You the stable master. I was asked to deliver this to you. اوكي صندوق مختوم. This is for me, right enough. Not sure what some bearer is doing bringing it to me though. Where has that fool of a peddler got to? He couldn't come himself. His cart's surrounded by wild chocobos.
Wild chocobos. Sounds about right. I'll have it full of Gizal greens, no doubt. Crammed with them, if I know them. Gizal greens. Chocobos go mad for them, don't they? And if you forget to seal the car up tight, the smell gets out, and birds come running from miles around. Don't get me wrong. They're a fine investment for a savvy merchant, especially around these parts. But you can't get greedy, as our mutual friend is learning the hard way. Still, I got my wares, and that's all that matters. Okay, hello. Be sure to pass your master my regards. Hello. My master? Okay. اوكي مثل ما شفتوا طبعا الخطا يعود على صاحب العربه لانه افتحها شوي والخضروات او الاشياء اللي فيها تستدرج الطيور وتهاجم العربه. فالحين يقول لي روح اشكر سيدك او ماسترك. ما راح اشكره طبعا، او خلونا نرجع لنشوف شو يقول. ما يدري ان انا اساسا بس صادفته وبساعده، يحسبني اشتغل عنده. خلونا نشوف مجموعه العقارب اللي هناك، بعدين راح نروح يسار ونرجع في اتجاه الاخر. ماجيك من بعيد، النار ما يأثر. نجرب الثاني، هذا دمج أعلى 27. لا والله النار أكثر، حسب مسافة كذا. المهم هجوم، روح سلام توغل. يا أخي هو يهاجم، البنت سحب عليه جل. شوفه شوفه بالهواء علقته، حلو. لا يطيح. اوكي بس طبعا احب انوه اللعبه مو بس اللي تشوفونه حاليا، هذا مجرد بس اكشن جانبي، لكن في مهام القصه مشاهد سينمائيه كثيره واحداث، و يعني حتى في المعارك يختلف الوضع مع الزعماء وكذا. بس يلا روح بوي، سحب عليهم كلهم. نروح هناك شوف بس الخريطة. ايوه في هذا المكان. طيب خلونا نشوف هني. ايوه صندوق، حلو. غيره في شيء؟ لا ما كبير. نشوف هذاك الوحيد القرن ما ادري ايش يسموه. لحظة لازم نشطب على المكان. انزل. اوكي حلو. وردة هني سحرية. طيب نكمل الدرب. اوكي وصلنا الحين الى استراحة مارثا. بس لحظة ناخذ فيو سريع على هالموقع. يا سلام، هني تقدر تشوف المكان. اتوقع ان هناك المفروض نروح هذيك القلعة اللي هي كنيسة اتوقع او بيت، ما ادري. اوكي وصلنا الى استراحة مارثا، والمدينة مثل ما انتم شايفين ممكن نستكشف شوي فيها، ممكن ناخذ مهمة جانبية او نكمل بس عشان افتح الجهة الثانية من الخريطة. شوفون عندك اجواء المدن لما تزورها راح يكون فيها كمية اشياء تسويها كمهمات واستكشاف. شوفون الحوارات الجانبية. طبعا سكان العالم هذا كلهم عايشين على البلورات. شو المحادثات الجانبية كلها تطلع على اليسار. اوه فريش كاتس، بيع اللحم. طيب خلونا الحين نشوف هني. لحظة نروح للتاجر. اوكي هذا سلاح حلو. شكرا. طيب خلونا الحين نروح هني عشان بس نفتح الجهة الثانية. Excuse me. Would you happen to be the landlady? Depends who's asking, and why they have an imperial bearer with them. For protection, which hopefully won't be needed, if you can advise me on the safest route to the west. It's your friend here I'd be worried about.
Bearers don't have an easy time of it in Rosaria. Even a Stratton lad like him might attract the wrong kind of attention. And if he gets nabbed, it ain't likely to end well for you either. Then we'll just have to stay out of the militia's way. Gav said you might be able to help us. Follow me. Sorry for before. Can't be too wary of strangers asking questions in our game. I'm Martha, an old friend of Sid's. He said he had high hopes for a bearer who joined recently. I expect that's you. So, where is it you're headed? For Phoenix Gate. We have questions that need answering. Is that so? Well, if you want to avoid the garrison, the road through Eastpool's your best bet. Or it would be, if the bridge hadn't collapsed. A right blooming nuisance it is. We've had no trade with the village for weeks. I did ask our carpenter to take a look at it. But he went out on another job, and he hasn't come back. Do you think something might have happened to him? Fingers crossed he's just taking his time. The alternative don't bear thinking about. We'll find him. And make sure he's safe. We both need that bridge repaired. Your carpenter sounds like the man to do it. I see why Sid's got such a soft spot for you. If you could, I'd be in your debt. You said that he went out on a job? Right. He went down into the marshes to check on another bridge. The one by the Fallen Gate. The marshes were dangerous at the best of times. We should hurry. There's a ladder to the side of the gate. That's the quickest way down, if you've a head for heights. His name is Bernard. Should you find him well, tell him Martha sent you, and that he's wanted at the bridge to Eastpool. اوكي شباب، شفتوا المشهد البسيط؟ مارثا تحتاج اصلاح الجسر، راح نروح للمستنقعات علشان ننقذ هو اللي راح يصلح الجسر. اوكي، نفس الموقع تقريبا. اتوقع ننزل هني. ايوه، اختصار. هذا قبل شوي كنت اشوفه اللي كان بيصعد، طلع هو للنزول. اوكي، هني ناخذ النجار، ما ادري. المهم ان نصلح الجسر عشان نقدر نكمل المهمه. It came from under the bridge. Come on. مهمة غريبة. اوكي، سمعنا صوت او شيء. اوكي، الى المستنقعات راح ننتقل. ما ابي اقاتل الاعداء هذول. تكسر عليهم بس اصدقائك وتروح. سريع. ايوه، يلا جمد العقرب. موت. اوكي، حلو. ضربة سيف، ضربة مجد، بس تمام، تم قتل الاعداء. إذا تذكرون سلسلة فاير فانسي، لما تقرب من أعداء يأخذك في كأن يدخلك مجال للقتال بعدين تطلع منه. Thank you, my lady. You saved my life. Not at all. Okay. مهمة جدا بسيطة. You're Bernard the Carpenter, yes? I am. I didn't realize my name was known so widely. I'm a friend of Martha's. Okay. She asked us to come and find you. Well, I'm very grateful for it. I just finished checking these piles when I turn round. I see a gang of slavering monsters looking to feast on my flesh. If you hadn't come when you did, I'd have been snipped into strips by now. We're just glad you're safe. Okay. I best go and give my regards to the landlady then, hey? Actually, she asked that if we found you, we should beg you make haste to repair the bridge to Eastpool. ايوه، هذا الهدف الرئيسي. انت مو مهم بس صلح. I said I'd take a look at it, but it clean slipped my mind. I'll head up there straight away. اوكي، هذا النجار وهذا الجسر. كم يبي لك؟ Trusses are still sturdy. It's just a matter of replacing the stringers and relining the deck. I'll have it done in no time. Thank you, Bernard. Okay. We were hoping to take the road to Eastpool ourselves.
We're very grateful for your help. And sorry for asking this of you after what you've been through. I owe you my life. Fixing a bridge is the least I can do. Thank you, my lady. Okay, hello. Okay, شباب نخلي النجار يصلح الجسر. نستريح شوي أو نكلم مارتا حاليا بعدين يمكن نخلص. هذا شنو هذا؟ The bridge is down. If you're heading for East Pool, you'll have to wait. Does this man even know what he's doing? Okay. بلغ مارتا بناء الجسر. Ah, you're back. What happened? Did you find Bernard? We did. He's fine, and he'll have the bridge to East Pool repaired soon. يا سلام على الاختصار. Well, thank the founder for that. But anyway, thank you. I don't have a lot to offer in return, but you're welcome to rest here until the repairs are finished. Okay, نرتاح. Ah, Thea! Congratulations on the new arrival. And you got the little laddie with you? It was a bearer. A boy I carried for 9 long moons. A bloody bearer. Oh, you poor thing. You gave it to the constables then. Just left it at the garrison, I. Let them deal with it. Oof. Couldn't wait to be rid of the blasted thing. Been wanting it gone since the moment I found out. Well, it's all dealt with now. So no harm done, eh? Mum, he weren't my brother, was he? No. But you'll have one soon enough. You just have to be patient. All right? All right. طبعا يكرهون السحرة. نفس شخصيتي. Unbelievable, isn't it? Bearers may have been looked down on back in Archduke Elwyn's day, but they were still human beings. Now they've fallen so far, a beggar wouldn't spit on them. Since you're not drinking, do me a favor and take that to the Abbey. There's a darkness at the heart of this world, and I'd have you see it. And we'll see it at an abbey? Glademond Abbey, on the shore of Sorrowise Bay. The abbot there is a friend. Okay, خلصنا من مارثا. وشفتوا الموقف شلون ال وينها هذه القروية جابت ولد وكان ساحر وخلاص صار منبوذ هم يحتقرون السحرة بشكل عام. طيب حاليا اتجه الى دير غلاديموند. اوكي حلو خلونا بس نشوف المهمة هني على ما يتصلح الجسر. I knew that children were tested, that a bearer's fate was decided at birth. Okay, نكمل طريقنا هني راح نروح يمين اتوقع ايوه هني وشوفوا هذا لونه غريب عصفور ازرق بس دقيقه نلم الايتمز هذه بشكل سريع وان شاء الله ما يتحرشون فينا القارون تحرشوا وخلصوا هني اوريدي راح تكون نبته وتهاجم That's enough. Sick of Toggle. Finally. بس خلصنا عليها. ما يحتاج نواجه لك ما نخلق صراحة. فخلونا نرجع إلى طريقنا. There boy. There boy. نار. أحرق. Get him. طبعا اذا تبي تسحب على قتال لازم تركض لمسافه بعيده جدا عشان يطلعون من جو المعركه كفو ثلج ونار اخر واحد هذا الاخير بس خلاص ما علينا لم اكس بي واحنا ماشيين حلو هذه مهمتنا Good day to you. I'm afraid the abbey is not open for public prayer. May Grieger go with you.
We came to offer a donation. From Martha. I see. Okay. هذا اللي راح يفك الموضوع. عرفنا نتبع لمارثا. Then please, follow me. طبعا ما فتح المجال الا ما عرف انه من طرف مارثا. I don't want to die. Please, Father. Help me for the pain. I beg you. The light. It fades. I don't want to die alone. خاف ساحرنا. The curse is taken. All of them. As it does every bearer forced to use their gift. With each draw on the ether, their bodies petrify, till all that remains is stone and pain, and so they are cast aside. There is nothing either Martha or I can do to change that, but we can at least strive to make their final hours a little more bearable. I must offer you my own thanks for the medicine you so kindly brought. Now their final moments may be moments of peace. When next you see Martha, pray tell her that two more have succumbed. Okay. Will do. We should get back to Martha's rest. Yes. Okay, شباب قابلنا اللي حاول يساعد اللي هم السحرة اللي حاشتهم لعنة وما يقدر يسوي لهم شيء. ينتظرهم بس يموتون. أنا أعطيته علاج ما أدري راح يستفيد منه أو لا. المهم راح نرجع لمارثا وأتوقع أن الجسر قد اكتمل. أوكي وصلنا للاستراحة. لأنهم منبوذين مثل ما شفتوا. هدوء يا كثر كلامهم. رايح جاي على مارثا. الحين أتوقع تقول لي إن الجسر اكتمل. Ah, you're back. Thanks for taking care of that. The abbot had a message for you. Two more have succumbed. Two has died. اوكي خلصنا مارثا خلنا نشوف ماذا ينتظرنا هنا. ايوه جهز شوكوبو. سيد كلايف you're not where I left you. Hurt your hand. I did, yeah. With a thousand little lightning bolts. Can't fling them around the way I used to. اوكي نكمل الطريق حاليا ونشوف الجسر. اتوقع انه تم الاصلاح مثل ما تشوفون. يا سلام شكرا النجار خلص الموضوع. راح ناخذ ذاك الاتجاه عند الشلالات. Don't you worry about the boards. I use good solid lumber. شكرا. Martha said the blight. يا عمي لو نطيت وخلص الموضوع عبرك. Pushing yet more monsters down with it. I dare say we'll be seeing a few of them. نسحب على ايتم ذاك مو لازم. Then we shall have to keep our wits about us. مشكلة اللعبة الركض لو أضغط في أي وقت لكن صاير أوتوماتيك بس تمشي شوي بعدين اللعبة تتأكد أنك تبي تركض خلاص تخليك تركض. ما بيواجه ما بيواجه لا لا عناكب سوبر من البداية الرق بس راحوا. يا سلام خلصنا الفايت بثانية واحدة. ماش عندك مهمة جانبية. Excuse me. I'll use that blade of yours. Ugh, curse my luck. Okay. I branded. When you seen to every last one of them. Alright. Okay, تم قبول المهمة باختصار. المهم إن نسوي لك مهمتك خلاص. مو لازم نعرف التفاصيل. فخلنا نتجه إلى مهمته. اللي هذه الحلو في الموضوع إن مهماتهم الجانبية قريبة. في أشياء طويلة طبعاً بعيدة لكن.
خلص ال... هو طبعا خلص الصيد وهذول هجموا على الفريق ببساطة هذول. خلاص أوه. ما يدمجهم بسهولة. آخر واحد بس. اوكي خلصنا مهمتك. يلا تعال خذ فريستك. اوكي طلع لازم ننظف الطريق بالكامل في غير هالعداء. اوكي هذا الصياد الثاني. بس خلاص سلمنا المهمة وطريقكم سالك واخذوا فريستكم. حلو ليفل اب 20. يا سلام لاحظت مهمة جانبية صغيرة رفعت البوست ولفلنا الشخصية الى 20. اوكي نكمل. 150 متر قريب جدا. ايست وول مقاطعة روزريان. Quiet, isn't it? Yes. You, you're Clive Rossfield. نعم. It's me, Hannah, Rodney Murdoch's wife. Lady Hannah. والله لا أعرفها من طفولة. Oh, I knew it was you. You haven't changed at all. The Lord Marquis and Jill too. It's so good to see you both again. It's good to see you too, Lady Hannah. If you have time, you simply must come back to the house. I haven't much to offer, but what is mine is yours. يحلها بتعزمنا. اوكي. We should be delighted. هل يعطوني اختيار عشان ارفض مفاضيلها. اوكي. يا غصب عليك تروح. And you have been wandering the world ever since. I can well understand fleeing from those iron blood brutes. But oh, to take to the road at such a tender age. It wasn't easy. We survived, and... And now we're back. Are you sure you don't... Thank you, Lady Anna. Perhaps now people will not flee at the sight of me. You look just like Elwyn did when he was your age. How did you come to have some of my father's old clothes? Oh, before Elwyn became Archduke, our families would often summer together. He and Rodney were like brothers. These clothes have been in a wardrobe for years. If we follow the road to the north, it should take us all the way to Phoenix Gate. Let's go. اوكي شباب خلصنا من قضاء ليلة في بيت هانا وكان العشاء لذيذ. اوكي وصار في طبعا مشاهد سينمائية وتكلمت في امور جدا مهمة، لكن حاليا ما بيركز على موضوع القصة والمشاهد، بس حبيت ان اجرب لكم اللعبة واتوقع ان اكتفي في هذا القدر. ممكن خلص هذه الخريطة بالكامل اللي هي هذه المرحلة اللي بدينا فيها تقريبا من هالمكان الى هذه المهمات اللي هني، ورحنا الى اللي يساعد السحرة هني، بعدين كملنا إلى هذا الموضوع. في تكملة طبعا، لكن اكتفي في هذا القدر، مجرد أن تأخذوا فكرة عن أجواء اللعبة والجيم بلاي
مكان جديد وجميل جدا. لكن قولوا رايكم بشكل عام، حابين نكمل في التجربة أو لا، أهم شيء أنكم بس استفدتم من المقطع وأخذتوا فكرة عن اللعبة. فيعطيكم العافية على المتابعة، لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة وترقبوا تغطيات أكثر من الألعاب في قناة جيمر سناك. مع السلامة.